شهد سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع صباح اليوم حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين بالقوة الاحتياطية بقوة دفاع البحرين الدفعة الأولى بسلاح البحرية الملكي البحريني. وأوضح سعادته بأنه بهذا الحدث الوطني العظيم وفي ظل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، تضيف قوة دفاع البحرين المزيد من النجاح في مسيرة البناء والعطاء التي تزداد يوما بعد يوم رسوخا وشموخا. ونقل سعادته تهاني صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين للخريجين على اجتيازهم الدورة بنجاح. كما شهد سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان حفلة تخريج في الاتحاد الرياضي العسكري، حيث عبر سعادته عن فخره للمتطوعين الذين لبوا نداء الوطن ولم يتوانوا عن هذا النداء متسلحين بالعزيمة وقوة الإرادة.